وأن تأتي مثلا فتقول أنا لا أسمع إلا لفلان وقوله هو الحق وكل من خالفه. وأنا أشرت في هذا في كلامي، قلت يعني بعض الناس إذا اختلف المشايخ السلفيين فقيل لو تعال ننظر، قال أنت راعي شبهة، صاحب شبهة، عندك شك في الشيوخ. هذا في الحقيقة لا شك أنه غلط، وينبغي أن نحذر منه، وينبغي أن ننتبه لهذه الآفة. لا يجوز أن نتحزب لمشايخ معينين، وإنما النصرة للحق، فحيثما ظهر الحق فإنا نقول به. وإذا كان الخلاف بين المشايخ السلفيين كما قلت نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم أعذارهم ونتبع ما ظهر أنه الحق. فالذي أشرتم إليه لا شك أنه واقع من بعض الشباب السلفيين، أنهم يحصرون أنفسهم في مشايخ معينين، ويرون أن غيرهم لا يرجع إليه. بل سمعت من بعض الشباب أنه قال الشيخ صالح الفوزان ما يرجع إليه في المنهج، الشيخ صالح السحيمي ما يرجع إليه في المنهج، الشيخ عبد المحسن العباد ما يرجع إليه في المنهج. لا شك أن هذا غلط، ولا شك أنه نوع من الحزبية ونوع من اتباع الهوى ينبغي أن يتنبه له وأن يجتنب. نعم، شكر الله لشيخنا الكريم. ومع ذلك فأنا أقول ينبغي يا إخوة أن نتلطف مع إخواننا، بمعنى قلت هذا في الكلام وأكرره الآن للمناسبة، يعني لا ينبغي أن نتقابل في صفين، بل ينبغي أن نحرص ما استطعنا أن نكون صفا واحدا. ولو رأينا أن بعض إخواننا مخطئ ينبغي أن يعني نجلس معه وأن نبين له يعني هذا الخطأ الذي يسير عليه هو في ذاته، ونحرص على جمع الكلمة بالحق، لا نترك الحق ولكن نجمع كلمة أهل الحق.